بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر محمد من قناة التأسيس السليم، وهناخد مع بعض الدرس التاسع الوحدة الثالثة بعنوان قياس العالم من حولي 2. وهنبدأ مع بعض على طول باستكشف. في استكشف هنا في مثال بيقول توجد نملة في قاع بئر بعمق 20 متر، يعني عندي بئر عمقه 20 متر، في داخل البئر ده نملة وتحاول الوصول إلى الأعلى، كل يوم تتسلق 4 أمتار، ولكن في كل ليلة تنزلق إلى الوراء 2 متر، ما عدد الأيام التي تلزمها للخروج من البئر؟ يعني أنا عندي بئر طوله 20 متر وفي نملة في عمق البئر بتطلع كل يوم 4 متر وبترجع أو تنزلق إلى الوراء 2 متر، يعني اليوم الأول هتطلع 2 متر، ما هي بتطلع 4 وتنزلق 2، اليوم الثاني يبقى 4، كل ما اروح ازود 2، اليوم الثالث 6، اليوم الرابع تطلع 8 متر، اليوم الخامس هتطلع 10 متر، اليوم السادس هتطلع 12 متر، اليوم السابع هتطلع كمان 2 متر هتبقى 14 متر، اليوم الثامن هتطلع 2 متر يبقى 16 متر، اليوم التاسع بقى هتطلع 4 أمتار ومش هتنزلق، لأن أول ما تطلع 4 أمتار هتكون وصلت للسطح وتكون طلعت بره البئر وتكون بذلك وصلت لل20 متر. فالسؤال هنا بيقول لي ما عدد الأيام التي تلزمها للخروج من البئر؟ هقول له 9 أيام، لأن طبعا في كل يوم لما تطلع 4 وتنزلق 2، يعني لما تطلع في اليوم 2 متر، كل يوم تطلع 2 متر، فهتيجي بعد كده في 16 هتروح طالع 4 أمتار، وبعد ما تطلع 4 هتكون وصلت للسطح، فبكده مش هتنزلق أمتار فهتكون وصلت للسطح، يبقى الإجابة هتكون 9 أيام. بعد كده ندخل على تعلم. في تعلم هنا بيقول لي أحمد لديه قطعة من الخشب طولها 12 متر، يعني أحمد عنده قطعة من الخشب طولها 12 متر، يراد تقطيعها إلى 3 أطوال متساوية، يعني هو هيقطعها ل3 أطوال متساوية. فالسؤال هنا بيقول كم يجب أن يكون طول كل قطعة بالمتر؟ فعشان أعرف طول كل قطعة بالمتر هقسم 12 على 3 هتساوي 4 قطع، يبقى طول القطع 4 قطع بالمتر أو 4 متر. بعد كده ما يقول لي ما طول كل قطعة بالسنتي؟ يعني هنا لو تخيلنا مع بعض مثلا إن أحمد عنده قطعة من الخشب طولها 4 متر، طولها 12 متر، عايز يقسمها ل3 أجزاء، أدي الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، فدي هتكون 4 متر ودي هتكون 4 متر ودي هتكون 4 متر. فبعد كده بيسألني ما طول كل قطعة بالسنتي، يعني عايز يحول ال4 متر دي يعرف فيها كام سنتي، عشان أحول طبعا من متر لسنتي أضرب في 100، فهقول 4 في 100 بتساوي 400 سنتيمتر. فده كان سؤال سهل وما فيهوش مشاكل. هو أحمد عنده قطعة من الخشب طولها 12 متر عايز يقسمها لثلاث أطوال متساوية، قسمنا ال12 على 3 بتساوي 4، بعد كده عايز 4 متر، بعد كده عايز يحول طول القطعة الواحدة إلى بالسنتي، عايز يحول طول القطعة الواحدة بالسنتي، فحولنا ل4 متر لسنتي إن نضرب في 100 فهتساوي 400 سنتي. دي كانت مسألة أو المسألة الأولى من تعلم. بعد كده هندخل مع بعض على السؤال رقم 1. السؤال رقم 1 في تعلم صفحة 154 بيقول يمارس أيمن رياضة الجري، يحتاج أيمن أثناء التدريب إلى شرب 500 ملل من الماء 4 مرات في اليوم الواحد، يعني هو ما يحتاج أن يشرب 500 ملل 4 مرات في اليوم، يعني هو كده ما يشرب في اليوم الصفرين طبعا ينزلوا وخمسة في 24، يعني هو ما يحتاج يشرب في اليوم 2000 ملل. فالسؤال هنا بيقول لي كم لترا من الماء سيشربها خلال أسبوع؟ 2000 ملل اللي بيشربهم في اليوم هحولهم للترات، يعني هقسم على 1000، هشطب ال3 أصفار مع ال3 أصفار هيساوي الناتج 2 لتر، يعني هو بيشرب في اليوم 2 لتر. فبيسألني هنا بيقول لي كم لترا من الماء سيشربها خلال أسبوع، يعني هو بيشرب 2 لتر في اليوم
وعايز يعرف اما يشرب كام لتر في الاسبوع، هضربها في 7 هتساوي 14 لتر، يبقى هو هيشرب في الاسبوع 14 لتر. بعد كده ندخل مع بعض على مثال رقم 2، بيقول لي يمارس إيهاب رياضة رفع الأثقال تبلغ كتلة إيهاب 100 كيلو جرام، يبقى كتلة إيهاب 100 كيلو جرام. يريد إيهاب أن تزيد كتلته بمقدار 500 جرام في الأسبوع، يعني هو عايز كتلته تزيد 500 جرام في الأسبوع، نكتب هنا 500 جرام في الأسبوع. إذا استمر ذلك لمدة 5 أسابيع، يعني كتلته هتزيد 500 جرام في الأسبوع الواحد، يعني في الأسبوعين تزيد 1000 جرام، أو ممكن أقول على طول 500 جرام في 5 أسابيع هتساوي طبعا الصفرين ينزلوا، وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين، يعني كتلته خلال 5 أسابيع هتزيد 2500 جرام. فالسؤال هنا بيقول ماذا ستكون كتلته في النهاية؟ عايز يعرف كتلته في النهاية. هو كتلته كانت 100 كيلو جرام، وبعد كده عايز كتلته تزيد بمقدار 500 جرام في الأسبوع الواحد، ولو استمر في الموضوع ده لمدة 5 أسابيع عايز يعرف كتلته هتكون في النهاية قد إيه. فطبعا هنا 100 كيلو جرام، وعندي 2500 جرام عبارة عن 2 كيلو و500 جرام، فهنا 2 كيلو و500 جرام، عندي 100 كيلو و2 كيلو، يبقى 102 كيلو جرام و500 جرام. انا جمعت الكيلوات مع بعضيها ونزلت ال500 جرام زي ما هي، يبقى كتلته في نهاية الاسبوع هتكون 102 كيلو جرام و500 جرام. بعد كده ندخل على مثال رقم 3 في تعلم، بيقول لي تمارس اماني رياضة السباحة وتقضي نص ساعة كل يوم في السباحة، يعني هي بتقضي في السباحة 30 دقيقة، ما مجموع الدقائق التي تقضيها في السباحة في 5 أيام؟ يعني هي بتقضي في اليوم 30 دقيقة، وعايز يعرف كم دقيقة أما تقضيها في السباحة في 5 أيام. هقول 30 دقيقة في 5 أيام هتساوي الصفر ينزل و3 في 5 ب 15، يبقى هي كده هتقضي 150 دقيقة في خلال 5 أيام. بعد كده السؤال رقم 4 في تعلم، بيقول لي صارت 5000 متر كل يوم، يعني في اليوم الواحد أما تمشي 5000 متر، أو ممكن أقول 5 كيلو متر، أنا حولت من متر الكيلو قسمت على 1000، يبقى هي أما تمشي في اليوم 5 كيلو، صارت 5000 متر كل يوم لمدة 9 أيام، يعني هي مشت في اليوم 5 كيلو لمدة 9 أيام، ما إجمالي ما صارته بالكيلومتر؟ عايز يعرف هي مشت في 9 أيام كم كيلو. ممكن أقول هنا في 9 أيام مشت كم كيلو، وممكن أقول على طول 5 في 9 بتساوي 45 كيلومتر، يعني أضرب الخمسة كيلو اللي بتمشيهم في اليوم في 9 أيام هتساوي 45 كيلومتر، يبقى هي هتمشي في 9 أيام 45 كيلومتر. بعد كده ندخل مع بعض على فكر، وبيحكي لي هنا عن النمل كائنات مدهشة. النمل من أكبر الحشرات التي تتغذى على القمامة في الطبيعة، وطبعا زي ما احنا شايفين كله كلام نظري، يعني اللي عايز يقراه يقراه، اللي مش عايز يقراه مفيش مشاكل منه، أهم حاجة المسائل. بعد كده هوتي بيقول لي حل المسائل التالية. المسألة الأولى من فكر، كانت مريم في نزهة مع عائلتها وقامت بعد 10 نملات تسير معها. إذا كان وزن كل نملة جراما واحدا، يعني النملة الواحدة وزنها جرام، وتحمل وزنا يبلغ 50 ضعفا من وزنها، يعني النملة الواحدة أما تحمل 50 ضعف وزنها، يعني أما تحمل 50 جرام، ما إجمالي الوزن الذي تم حمله؟ طبعا هم 10 نملات، النملة أما تحمل 50 جرام هضرب 10 في 50، هكتب الصفرين هنا، وواحد في خمسة بخمسة، يبقى تم حمل 500 جرام من الوزن. بعد كده ندخل مع بعض على التدريب. المسألة الأولى بيقول لي حل المسألة التالية باستخدام أي استراتيجية. رقم 1 في التدريب بيقول لي يمشي النمل حوالي 5000 متر كل يوم، يعني في اليوم الواحد أما يمشي 5000 متر اللي هي 5 كيلو متر. فالسؤال هنا ما عدد الكيلومترات التي يمشيها النمل في 6 أيام؟
يعني ممكن نعمل هنا 6 ونعمل هنا علامة استفهام أو سين وحلها عن طريق المعادلة. وممكن أقول هو أما يمشي في اليوم الواحد 5 كيلو، وانت عايز تعرف هو هيمشي كام كيلو في ال6 ايام، اضربهم في بعض هتساوي 5 × 6 = 30 كيلو متر، يبقى هو هيمشي في ال6 ايام 30 كيلو متر. طبعا انا هنا حولت ال5000 متر لكيلو متر مباشرة. طب احولها ازاي؟ خدناها في وحدات الاطوال قبل كده. عشان احول من متر لكيلو متر اقسم على 1000 وهشطب ال3 اصفار مع ال3 اصفار، هيتبقى 5 على 1 اما تساوي 5 كيلو متر. وبعد ما حولت ضربت ال5 كيلو متر في ال6 ايام، يبقى النمل يمشي 30 كيلو متر في ال6 ايام. مثال رقم 2 في التدريب بيقول لي: تذاكر سميرة لاختبار الرياضيات القادم. اذا كانت سميرة تذاكر لمدة 30 دقيقة في اليوم، يعني هي في اليوم الواحد اما تذاكر 30 دقيقة، فعايز يعرف ما عدد الساعات التي ستقضيها في المذاكرة في 8 ايام. ممكن احول ال30 دقيقة لساعات، وممكن اعرف هي اما تذاكر كم دقيقة في ال8 ايام وبعد كده احولها لساعات. نشوف اما تذاكر كم دقيقة في ال8 ايام وبعد كده نحولها لساعات. يعني هي بتذاكر في اليوم الواحد 30 دقيقة، عايز يعرف عدد الساعات التي ستقضيها في المذاكرة في 8 ايام. ممكن احول ال30 دقيقة لساعات، يبقى فيها نص ساعة، واضربها في 8 هتساوي 4. وممكن اضرب ال30 دقيقة في 8 ايام، 30 في 8 هتساوي الصفر ينزل، و3 في 8 ب24، يبقى هي متذاكر 240 دقيقة في ال8 ايام. طب هو عايز يحول ال240 دقيقة لساعات، لان السؤال بيقول ما عدد الساعات، فهقسم على 60، هشطب 0 مع 0، وال24 عبارة عن 4 × 6، هشطب 6 مع 6 هتتبقى 4، يعني هتساوي 4 ساعات في ال8 ايام. السؤال رقم 3 في التدريب بيقول: مستعمرة من النمل يأكل النمل بها ما يقرب من 2000 جرام من الطعام كل يوم. اذا كان لدى النمل 10 كيلو جرامات من الطعام المخزن، فما عدد الايام التي يستهلك فيها النمل هذه الكمية من الطعام؟ طبعا النمل عنده 10 كيلو جرام من الطعام، اما يأكل كل يوم في اليوم الواحد اما يأكل 2 كيلو جرام. طبعا انا حولت ال2000 جرام لكيلو، عشان احول من جرام لكيلو اما اقسم على 1000، وهشطب ال3 اصفار مع ال3 اصفار هيتبقى 2 على 1 بتساوي 2، يعني في اليوم الواحد اما ياكل 2 كيلو. طب هو عنده 10 كيلو، عايز يعرف عدد الايام اللي هيستهلك فيها كمية الطعام. طبعا هنا ممكن اقول اليوم الاول اما ياكل 2 كيلو، يبقى اليوم الثاني 4 كيلو، يبقى اليوم الثالث اما ياكل 6 كيلو، يبقى اليوم الرابع 8 كيلو، يبقى اليوم الخامس اما ياكل 10 كيلو. وممكن اقول على طول عدد الايام يساوي 10 كيلو، اللي هو كمية الطعام، على 2 كيلو اللي بياكلهم في اليوم، هتساوي 5 ايام، يبقى عدد الايام 5 ايام. يبقى هو عشان يخلص 10 كيلو جرامات هيستهلك 5 ايام. رقم 4 واخر مثال معانا النهاردة: يمكن ان تمشي النملة حتى 5 كيلو في اليوم، يعني في اليوم الواحد اما تمشي 5 كيلو متر. اذا استمرت النملة في السير لمدة 20 يوم، يعني لو فضلت ماشية لمدة 20 يوم، فما المسافة التي ستسيرها بالامتار؟ عايز يعرف المسافة اللي هتسيرها بالامتار. طبعا انا ممكن اقول 5 كيلو في 20 يوم هتساوي الصفر ينزل، و5 × 2 = 10، بس المسافة اللي هتكون طالعة هتطلع بالكيلومتر. السؤال هنا عايز يعرف المسافة بالامتار، عشان احول من كيلومتر لمتر اضرب في 1000، عشان احول من كبير لصغير اضرب، ومن صغير لكبير اقسم. هنا التحويل من كيلومتر لمتر، يعني هضرب 100 × 1000 هتساوي، هعد الاصفار 1 2 3 4 5، اكتبها هنا 3 4 5، وهضرب 1 × 1 = 1، يعني المسافة اللي هتسيرها بالامتار 100 ألف متر. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، ونشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.